يكثر الحديث عن نمط الحياة اليومي الذي ينتهجه الشخص ومدى تأثيره في الصحة. وبما أن العادات اليومية هي قرار شخصي وهي أمر قابل للتعديل، فإن قرار الحفاظ على الصحة الجسدية قرار يعتمد اتخاذه على مدى اهتمام الفرد بذاته. سنتعرف اليوم على مدى أهمية الغدة الدرقية ودورها في أجسامنا وكيفية علاج المشاكل المتعلقة بها. الغدة الدرقية بتقع في أسفل الرقبة، المنطقة الأمامية، وهي بتفرز هرمون الثيروكسين. هرمون الثيروكسين ده هرمون الحيوية والنشاط، وهرمون مسؤول بشكل كبير عن عملية الأيض التي تحدث في الجسم. خلل الغدة الدرقية متنوع، ولكن بشكل أساسي قد يكون هذا الخلل في صورة خمول أو يكون في صورة نشاط. الأعراض بتتراوح ما بين تساقط في الشعر، جفاف في الجلد، صداع، ضيق تنفس، الإحساس بضربات القلب، إلى جانب شيء مهم جدا وهو تغير في وظيفة الجهاز الهضمي. طريقة العلاج أكيد بتتوقف على نوع الخلل الموجود. على سبيل المثال، إذا كان في خمول في الغدة، فالعلاج في الحالة دي بيكون علاج تعويضي، بمعنى أن احنا بندي الهرمون اللي حصل فيه نقص في صورة حبوب بياخدها المريض بشكل يومي، وبنوصف له طريقة أخذ الدواء ده، وبتكون الأمور بسيطة جدا مع المتابعة المستمرة. أو أن يكون في زيادة في نشاط الغدة، يعني فرط نشاط الغدة، وبالتالي المريض بيحتاج إلى علاج بيتوقف على تشخيص سبب زيادة النشاط. العلاج قد يكون علاج طبي، قد يكون علاج جراحي، وقد يكون العلاج باليود المشع. الغدة الدرقية هي جزء من الغدد الصماء، وهذه الغدد هي مفتاح توازن الجسم، حيث يتم تشخيص اضطرابات الغدة الدرقية اعتماداً على الأعراض التي تعاني منها وفحص الدم الذي يقيس مستوى هرمون منشط الغدة الدرقية، مع متابعة الطبيب الخاص بك، مع التعديل كذلك على نمط الحياة اليومي الذي يمكن أن يكون في أمور بسيطة ولكنه فعال للغاية.